لبيك يا بشرى لمن لباه، رب عظيم في أجل علاه، ما خاب من لبى ونادى ربه، يا حسن ما نطقت به الأفواه. في الحج آية خالق في خلقه، نادوا معا لبيك يا الله. كبروا ليبلغ تكبيركم عنان السماء، كبروا فإن الله عظيم يستحق الثناء. أكثروا من الأعمال الصالحة، وتزودوا من ساعات هذه الأيام ولياليها، فهي التجارة الرابحة. واعلموا أن لله تعالى نفحات، فاستكثروا من الصالحات، وتطهروا من دنس المعاصي والسيئات. إن العمر لا يعود والموسم لا يدوم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب.